السلام. شحال البطاطا؟ ما عرفتيش. أواجي اهلا وسهلا بمتابعي قناه شوف تي في في هذا البث المباشر مباشره من الراشد. يلا يكون في تعاون الدرويش متابعي قناه شوف تي في. التفاح يعني اللي وصل تقريبا ل 15 درهم والبنان 12 درهم. اما لافوكا بلا ما ندوي عليها متابعي قناه شوف تي في اللي وصل لاكثر من 50 60 درهم. التفاح 14 15 ورك 14 وقيلا هذا. دائما نجدد الترحاب والتحية لكل المتابعين والمتابعات متابعي قناة شوف تي في. كيف ما قلنا متابعي قناة الشاب الله يكون في العون يعني الله يكون في العون للجميع ماشي فقط الدراويش، لأننا في هذا الزمان متابعي قناة شوف تي في كنا دراوش في الحقيقة مع هذا الغلاء. متابعي قناة الشاب الثمن ديال التفاح اللي وصل يعني 14 15 درهم فحقيقة اللي هي مرة. متابعي قناة شوف تي في من مدينة الرشيدية، زيد على ذلك البنان متابعي قناة الشعب اللي داير يعني 12 الكيلو هو هذا. متابعي قناة شوف تي في اما كيف ما قلنا متابعي قناة الشعب بالنسبة للافوكا يعني بلا الانسان ما يدوي عليها فقط للاشارة بان الثمن ديالها وصل ل 60 درهم فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. متابعي قناة الشعب زيد على ذلك كيف ما كنعرفوا بان من المنتوجات المحلية يعني من التفاحية ديال ميدلت ديال عمالة ميدلت اننا متابعي قناة الشعب ناخذوه بواحد الثمن اللي هو جد باهظ فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كيف ما كنقولوا يعني خيرنا وما كنستمتعوش به فهذا هو العيب والعار. متابعي قناة شوف تي في اننا نشوفوا التفاح قدام عينينا ولو انني ماشي من عشاق هذه الفاكهة هذه، ولكن باش انها توصل ل 15 درهم فبزاف فالله يكون في العون ديال فالله يكون في العون للجميع. 15 درهم متابعي قناه جو تي في 14 درهم بالنسبه للتفاح، البنان 12 درهم، اما الافوكا دايره 60 درهم. اكيد متابعي قناه شوف تي في اننا في انتظار نسمعوا يعني باقي اثمنه الفواكه وبعض الخضر للاثمنه ديالها في الحقيقه جد باهظه وفاحشيه في الحقيقه. انا كنشوف بان ثمن فاحش ماشي باهظ كيف يعقل متابعي قناة شوف تي في ان الانسان ياخذ البصله بواحد الثمن والطيشه بواحد الثمن وزيد الفاكهه وكذلك اللحم وكذلك يعني الاثمنه ديال الخضر والفواكه واللحوم. متابعي قناة شوف تي في طالعه وطالعه في الثمن فلا حول ولا قوه الا بالله العظيم. يعني الانسان ما لقى ما وما بقى له حتى فين غادي يعيش ما بقى له فين يعيش. شحال عمر الليمون؟ والو لا فواكه لا لحم لا خضره لا كلش كلش كلشي جا على فيه العافيه. عاد راه عاد كانت ب 160 ونزلت ل 5 دراهم عاوتاني طلعت ل 10 دراهم. يعني والله الا الانسان ولا كيتقهر متابعي قناه الشعب انه يسمع لهاد الاسمنه ديال 10 دراهم 160 180 كيف يعقل متابعي قناة شوف تي في؟ شحال هذا الليمون هذا؟ هما شحال كيدير الليمون شحال كيدير البنان؟ 240 الليمون 160 غير 160 100 كيلو ليمون كيلو ليمون وكيلو بنان صافي صافي شحال دايرة عمر؟ شحال؟ 100 درهم صافي لا تاخذ لا لا اودي احمد
لا حول ولا قوة إلا بالله متابعي قناة الشعب، يعني في ظل هذه الأزمة متابعي قناة شوف تي في في ظل هذا الغلاء، يعني في الحقيقة أن كل شيء توعد وكل شيء يعني ولا كيشوف فقط كما كيقولوا فقط أنه كيبرقق فقط غير في عينيه، لأن في الحقيقة هذه الأثمنة اللي هي جد خيالية متابعي قناة شوف تي في. الإنسان ما بقاش قادر أنه يستطع أنه يسمع هذه الأثمنة. والله الا حشمت، والله الا حشمت، انا اقسم بالله الا حشمت. شكون اللي خلاني نزيد نصرت شويه لساني متابعي قناه شوف تي في؟ يعني عن هذا السيد المسكين اللي كان كيسول على مطيشه ويسول على البصله، اقسم بالله العلي العظيم الا كان كيتسنى الخضر فوقاش يجي، لانه مشى لصلاه الظهر معطل واحد شويه ورجع وكان تيتسنى باش انه يجي، بحكم ان هذا الخضر كيدير واحد شويه يعني تتعامل مع الزبائن ديالو بواحد الاثمنه اللي هي مناسبه كي عنده كي ما عندوش. سمعت ثمن السيد، والله الا سمعت ثمن الا ضرب الدوره، اقسم بالله ما قدر انه يشري حتى كيلو ولا نص كيلو ديال شي حاجه. انا كيقول بان عنده واحد البركه واحد شويه غادي يلقى مثلا 3 دراهم 4 دراهم مطيشه، وكذلك البصله عاوتاني واحد 4 دراهم، ولا سميتو ياخذ شويه 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 هكا، ولا سميتو واحد 30 درهم ولا 40 درهم ولا 50 درهم كاع تكفيه، لقى راسو غير ب 10 دراهم بالبصله، مطيشه 5 دراهم، تفاح وصل 15 درهم، بنان 12 درهم، لافوكا 60 درهم، كلشي طالع في الثمن. كيف يعقل ان هذا السيد هذا غادي ما يقلبش الدوره وما غاديش يمشي في حالته؟ بعد ما كانت متابعي قناه شوف تي في حتى البصله وكذلك يعني دايره 8 درهم 4 درهم 5 درهم، واش هاد الحمراء اللي ولات دايره 10 درهم دوك؟ هاد الحمراء بصله هاد 100 درهم، هاد 5 درهم، وشكون اللي وصلت ل 10 درهم؟ اليابسه هذيك اليابسه ما كاينه، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. 10 دراهم 5 دراهم 6 دراهم ما عرفناش واش مغرب فلاحي ولا زراعي ولا مغرب دراوش، كلشي رخيص، ما كاين حتى حاجه رخيصه اخويا عمر، انا كاين غير الربيع اللي رخيص انتو صافي هادشي اللي. والسلام عليكم، دابا راه حنا كنقولوها صافي اش رخيصه عمر، الله يهديك. كيتنصب في الربيع، الربيع وجوج تقولوا لهم جوج ب 30 ولا جوج ب 40، شحال ما نشوفوا دايرين هاد الجوله يعني في الفواكه، وعرفنا الثمن ديال الفواكه وهادي، واخا قلنا شحال الاناناس 20 درهم، 20 درهم الاناناس، وشحال هاد الاجاز 23 درهم، 23 درهم، السويله ولا شحال هاد الليليح؟ هاد الليليح هاد الصغار هاديك السويله في حله جديده، شحال هادي السويله في حله جديده؟ 160 8 درهم للكيلو، 8 درهم للكيلو، بقاو الناس باش ياكلوا مطيشه بطاطا عاد ياكلوا السويله، واخ مطيشه شحال عزيزي عمر؟ 5 دراهم، 5 دراهم، الفلفله 13 درهم، الفلفله 13 درهم، الخيار شحال الخيار؟ 7 درهم، 7 دراهم، نجال 5 دراهم، خيزو خمسة درهم، يا راه ما كاين حتى حاجة رخيصة عمر، اقسم بالله لا لا عاد غير الشهادة اللي تلقى خصك بلاد يمشي يشهد، يمشي يشهد ويموت، تمشي لجهنم عمر بالله، شي غالي عندكم، ولا ماشي ديفو منكم؟ مناش من لا من الفوق لا درنا معاه قلنا من الفوق الله لا حول ولا قوة الا بالله لا لا ديك قلت له راه هادشي غادي تيقول لك راه هادشي جاي من الفوق، نعرف هاد الفوق فين كاين، الشتا زعما مي اللهم سقينا الغيث ولا شجعنا من القنيطين، واش فوق اخر ما عرفناش،
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني كيف ما سمعتم متابعي قناة شو تيفي، يعني الأثمنة اللي كاينة في السوق ديال مدينة الرشيدية، يعني أثمنة الفواكه وكذلك أثمنة ديال الخضار، متابعي قناة شو تيفي الله يكون في العون ديال الدرويش والله يكون في العون للجميع، لأنه في الحقيقة متابعي قناة شو تيفي أزمة فوق أزمة، لأننا لاننا في الحقيقه كيولينا كنسمعوا بعض الاثمنه اقسم بالله العلي العظيم ما غاديش نقولوا خياليه ولا هذه، ولكن في الحقيقه نزرى الانسان تقهر متابعي قناه الشعب كيف يعقل انه غادي ياخذ يعني البصله بواحد الثمن ومطيشة بالثمن والفواكه بالثمن، الزيت غلات، كل شيء غلا، الخبز غلا، اي حاجه غلات، والله الا اي حاجه حطيتي عليها يديك الى غاليه. ما الانسان نيت الا ما عندوش واش غادي يدق غادي يسعى واش غادي ولينا كنشوفوا بعض التصاريح ديال مجموعه من المدن المغربيه متابعي قناه شوف تيفي اللي قال لك الناس والله الا تعرضوا يعني الناس وضعوا حد لحياتهم غادي نقولوا باللي انه كفر بانه الايمان ديالهم ضعيف، اللي ولكن راه الانسان راه ولا ضعيف، كيفاش هذا الانسان كيفاش هذا الاب ولا هذه الام هذه غادي تخرج وما تجيب لولادها ولا ما تجيبش لبناتها حتى قفه مقاده حتى ميكا ديال التقديه مقاده. حتى الانسان الا كان في الاول كيمشي يسعى ويمشي ويطلب ولا في السوق الا كان كيجيب خضيره مزيانه بالله، دابا واخا غادي يمشي يطلب ما عنده ما يجيب، دابا كلشي ولا كيطلب. الشكر الجزيل لكل المتابعين والمتابعات، سوف نلقاكم متابعي قناه شوف تيفي في بث اخر وموضوع اخر ان شاء الله. كيف ما سمعتم متابعي قناه الشعب الازمنه اللي كاينه في, في, في السوق ديال مدينه الرشيديه وازمنه الفواكه والخضار، الله يكون في العون ديال الجميع، مهما كنا دروش امام هذا الغلاء متابعي قناه شوف تيفي. الزيادات اللي هي جد مرتفعه متابعي قناه الشعب، التفاح اللي هو انتم كتشوفوه قدامكم متابعي قناه شوف تيفي اللي وصل 14 15 درهم، البنان 12 درهم الكيلو، اما الافوكا راه ما غاديش اما الافوكا راه نيت ديال الصداق الصداق ديال سميتو، اللي بغى يعطي الصداق يعطي الافوكا، اللي بغى يتزوج وبغى يعطي الصداق يعطي الافوكا ولا يعطي البصله احسن، اما الافوكا بنقص، البصله البصله يعطيها بصيله وجوج بصيلات، انا راه ولات تبارك الله طالعه فوق العماريه، الله ياخذ الحق، انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شكرا جزيلا لكل المتابعين والمتابعات، اقسم بالله العلي العظيم الا كنقولوا هذا الشيء من فوق النيت من فوق الجهد، لانه وصل الكيلو الزبو اقسم بالله العلي العظيم الا النيت ما كتطلع الضحكه الا ب 66000 كشيفه، والله ما كنقدروا نهضروا الا ب 66000 كشيفه، لان في عز رمضان ان الانسان فوق والمواطن المغربي انه يتقهر اقسم بالله الا النيت هنا 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 ترفع القبعه ترفع القبعة لهاد لأي مسؤول، ترفع القبعة لأي مسؤول، أنه يكون في عز رمضان وهاد الغلاء اللي تبارك الله كاين، والمواطن المغربي يموت ويتقهر ويضحي لحياته وتا واحد ما على بالوش، اللحوم الحمراء اللحوم البيضاء الفواكه الخضر كل شيء طالع للسماء ولا أحد يحرك ساكنا، فقط الخرجات البهلوانية هنا صافي عارفين فين ولينا عايشين، وعرفنا يعني قيمه المواطن المغربي كيفاش دايره. هنا الانسان اللي تكون سبع خصك تكون سبع، هذا هو اللي كاين، خصك تكون سبع وضبع وكل شيء فيك، ماشي غير سبع وضبع وحاشا اسماء، واخا هاد الحيوانات ما خصناش نقولوا حاشا حيت ولينا خصنا نقولوا بعض الاسماء ونقولوا حاشا، ولكن لا اله الا الله، اللهم اللهم نبقى على هذا الحد لانني وليت كنزابي مره مره. الشكر موصول لكل المتابعين والمتابعات، ونلقاكم متابعي قناه الشعب في بث اخر وموضوع اخر ان شاء الله، الله يكون في العون للدرويش والجميع ان شاء الله، ونتمنوا متابعي قناه الشعب نلقاكم في بث اخر وموضوع اخر ان شاء الله، اللهم يسر.